نظمت هيئة النزاهة والمكافحة الفساد ندوة تشاركية بحضور عدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي. وقال رئيس الهيئة الدكتور مهند حجازي إن هذا اللقاء جاء بهدف تأكيد أهمية النهج الإصلاحي الذي حثت عليه الشرائع السماوية، مشيرا إلى أن المؤسسة الدينية في الأردن لها دور رئيسي في توعية السكان بالممارسات الفضلة. من جهته أشار مدير التعليم الشرعي في وزارة الأوقاف الدكتور حاتم سحيمات إلى أن دور الأئمة والوعاظ والخطباء هو إبقاء الناس على الطريق الصحيح وتقديم الدين صافيا نقيا. بدوره قال الأب نبيل حداد إن هذا اللقاء هو دليل على الإيمان بالقيم والتعاليم الدينية، لافتا إلى دور الأئمة والوعاظ ورعاة الكنائس في نشر ثقافة النزاهة والشفافية في المجتمع. وأجمع المشاركون في اللقاء على أن الديانات السماوية كافة تنبذ آفة الفساد وترفضها وتحاربها وتعاقب مرتكبها. نحيي هذه الهيئة بأدائها وعطائها ومكانتها وبرئيسها عطوفة الباشا مهند الخطيب حفظه الله، وهذه الهيئة الموقرة التي تلعب دورا فعليا في النزاهة ومكافحة الفساد. إذن اليوم هي خطوة من هذه الخطوات يتقدم فيها البعد الديني الروحي النفسي الأخلاقي التربوي ليقدم جهده ورسالته، وهي رسالة الأنبياء في الإصلاح وفي إقامة المجتمع المستقر بعيدا عن الفساد وبعيدا عن كل الآفات التي تعبث بأمنه واستقراره اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وأخلاقيا وتربويا بكل معاني الروح التي شاءها الله تعالى أن تكون خطوة دائمة ترعى هذا الإنسان. نشكر ونقدر هذا الوطن الحبيب بقيادته الهاشمية، هذه الهيئة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وكل علماء ورجال الدين الذين يقدمون اليوم رسالتهم ليقولوا نحن شركاء من أجل هذا الدور الرائد في وطننا الأردن الحبيب. هذا اللقاء التشاركي بين رجال الدين المسيحي ورجال الدين الإسلامي الأفاضل اللي دعت إليه هيئة النزاهة ومكافحة الفساد هو لقاء هام جدا جدا لما تصبو إليه كل التوجهات بالنسبة لمجتمعنا الأردني. معروف أن رجل الدين المسيحي ورجل الدين الإسلامي كلمته مسموعة، فهي فرصة عظيمة لنشر الفضيلة، التركيز على نشر الفضيلة ونبذ الرذائل اللي بنشترك كلنا في تصنيف هذه الفضائل وتصنيف هذه الرذائل. جهود مشكورة، وإن شاء الله نجد الثمرة قريبا في مجتمعاتنا بإذن الله.